مكاسب عديدة حققتها الجزائر في مجال حماية وترقية حقوق الطفل في السنوات الأخيرة، ورفع تحديات ما زال الأطفال والمراهقون يواجهون بعضها، وعلى رأسها متاهة الانفتاح التكنولوجي واستهدافهم بمخطط إغراق المدارس بالمخدرات. كان إفراط في استغلال هذه التكنولوجيا وسائل التواصل الاجتماعي، كان إفراط للطفل، ناقصة شوية الرقابة، رقابة الأولياء، طفل راه في بيئة آمنة مستقرة وإلى آخره. نقدر نقول الطفل الجزائري في نفس الوقت راه معرض لعدة أخطار المخدرات والمهلوسات، خاصة أطفال الشباب اللي راهم أقل من 18 سنة في مرحلة المراهقة، فكذلك الأطفال اللي في المؤسسات التعليمية التربوية، يعني اللي قاست أثرت بزاف فيهم. هناك جهات ربما أجنبية تسعى إلى إغراق الجزائر بهذه المواد يعني السامة وضرب جيل بكامله، خاصة من حيث القدرات العقلية والجسمية. عمالة الأطفال وإن كانت شبه منعدمة في الجزائر مكسب وجب حمايته، خاصة في ظل انهيار القدرة الشرائية لكثير من الأسر، ما قد يشكل خطرا على تمدرس الأطفال ويدفعهم لدخول سوق الشغل مضطرين. صراحة ما عدناش عمل الأطفال، أن أغلب الأطفال المعنيين بالتمدرس هم في المدرسة. المظاهر مثل بيع المناديل الورقية في الطرقات، أو يعني بعض أعمال بيع الخبز في الطرقات، وهذا يعني ما يدخلش في ضمن عمل الأطفال، ولكنه خطر يعني الأطفال. وهنا نشدد على أن مصالح هذه المعنية، منها مصالح مفتوح ولا الجهات المعنية بحماية الطفولة، يجب أن تتخذ تدابير ضد هذه الأولياء اللي يستغلون أطفال. تكريس حماية الأطفال والمراهقين من كل أشكال الآفات الاجتماعية ووقايتهم من الاستغلال عبر تعزيز القوانين وكذا إجراءات وبرامج الحماية، يقتضي إشراك جميع المتدخلين في عملية التنشئة.